من أجل إنهاء ملف استيراد الغاز، باشرت وزارة النفط وعبر شركة الاستكشافات النفطية المسح الزلزالي في مختلف مناطق العراق لاستكشاف الغاز الطبيعي. وزارة النفط أعلنت اكتشاف حقول غازية جديدة في صحراء الأنبار والنجف الأشرف، وذلك تمهيدا لاستثمارها من قبل الشركات العالمية. الفرق الاستكشافية في وزارة النفط تكتشف حقولا غازية جديدة في صحراء الأنبار والنجف. خطة الحكومة للاستغناء عن استيراد الغاز دفعت الفرق الفنية للبحث في مواقع بعيدة تضم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي. خطة الدولة الحكومة هو إنهاء ملف الغاز المحروق، إنهاء ملف استيراد الغاز. لذلك شرعت وزارة النفط وعبر شركة الاستكشافات النفطية وفرقها الزلزالية لموضوع المسح في مختلف بقاع البلد. عامان من البحث انتهيا بوصول وزارة النفط إلى هذه الرقعة الاستكشافية. فرق أخرى تواصل تفتيش مساحات شاسعة بحثا عن مواردها الطبيعية. مشروع برنامج حيفا هو أولى المشاريع التي سوف تمضي شركة الاستكشافات النفطية بتنفيذها. هناك في جولة التراخيص السادسة هناك 11 برنامجا زلزاليا سوف تقوم به شركة الاستكشافات النفطية بتنفيذه. هذه المشاريع هي مشاريع واعدة للغاز. تسليم حقول الغاز الجديدة لشركات مستثمرة ضمن جولات التراخيص خطوة لاحقة لعملية استكشافها. الحكومة تأمل أن تدخل سوق الغاز عبر استثمار كامل حقوله. البرامج اللي تم استكشافها والعمل بها وتطورت وباشرت الوزارة أو الشركات اللي بعدنا التطويرية باستثمارها كثيرة حقيقة، حوالي 20 إلى 25 رقعة بين جهد محلي وبين جهد يعني جهد وطني وبين لصالح شركات استخراجية عالمية. وبعدما أكملت شركة الاستكشافات النفطية عملها أصبح حقل حيفا جاهزا لاستثمار موارده الغازية وسد الحاجة المحلية في المستقبل القريب. من قضاء النخيب، حسن المحنة، العراقية الإخبارية.